السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك وعليكم الرحمن. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، لو أنا بصلي في المسجد والإمام هيصلي 3 ركعات يوتر، يجوز إنني لو أنا مش عاوز أوتر يعني يجوز إنني أفوت ركعة وأصلي معاه آخر ركعتين بنية كاملة لنفسي؟ لا لا يصلح هذا. طب مفيش أي صفة يا شيخ؟ أنت تقول هو سيصلي 3 ركعات، نعم أنت تريد تفوت ركعة منه وتنوي صلاة ركعتين يا من أجل أن تكون مثنى، لا تفعل هذا. ما شاء الله. الله يسلمك.